بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بوقف اليوم يا رب قدامك بحياتي بعريي بكل الأمور اللي اقترفتها بحياتي دون ما استحي من البشر، لا أصرخ مع السامرية هلم انظروا رجل قال لي كل ما فعلت هو المسيح. أنا بعرف إنك المسيح ابن الله، اختبرت عجايبك وشفت معجزاتك وسمعت كلامك اللي ما حكي إنسان مثل ما أنت حكيت، ولا تكلم نبي مثل ما أنت تكلمت، لأنه كلام الأنبياء أرضي لأنهم من الأرض، وكلامك سماوي لأنك من فوق. اليوم بقلك يا رب بعترف اني كنت اعمى البصيرة ومفتح النظر يوم اللي نكرتك، وبعدني عم بنكرك مثل بطرس حفظا على حياتي ولايامي اللي جايه. وكنت اعمى البصيرة لانه كنت عم بنكرك وبخسر اللي ناطرني بالايام اللي جايه. بعترف اليوم اني كنت عم شوف الامور بحساباتي الماديه مثل يهوذا لما بعتك، وكنت أعمل بصيرة لأني أنت لا تقدر بثمن وسلمتك للموت. بعترف اليوم أني مثل الرسل هربت، طلعت قدامي وتركتك وراي، وكنت أعمى لأنه يوم اللي بتركك وراي مضيع كل شيء قدامي وما بعد في أي ضمانة للمستقبل. بعترف لك اليوم بإني يا رب استحيت كون كلي لألك وغرقت بخطاياي، كنت مثل قيافة عم شوف الهيكل وبعمى بصيرتي ضيعتك انت رب الهيكل. كنت عم فتش على المركز مثل بيلاطس وكنت عم ساوم عليك انت الحق. اليوم يا رب ما بقدر إلك إلا سامحني، ما بقدر إلا أركع قدامك مثل ما ركعت المرأة الخاطية وقال لك اغفر لي. ما بقدر اليوم إلا أصرخ لك يا ابن داود ارحمني. ما بقدر اليوم إلا أقول لك مثل بطرس ابتعد عني يا رب أنا إنسان خاطي. وبنفس الوقت رح أقول لك لوين بدي روح يا رب، وعندك وحدك كلام الحياة الأبدية، أنت المسيح ابن الله الحي. بحق حبك لألنا، بحق غفرانك لخطايانا، بحق نورك لظلمتنا، اجعل يا رب اليوم من هالحلقة وهاللقاء حول إنجيلك وكلمتك إشع نور بكل البيوت اللي رح تشاهده وبكل القلوب اللي رح تسمعه، وجعل هالكلمة تقطر سلام مثل ما كان المزود بيحملك انت رب السلام. جعل هالكلمة تحمل الخلاص مثل ما الأردن حمل بمياهه انت اللي كنت فيه رب الخلاص. واعطيني يا رب كون مو صليب ترتفع عليه لحتى ترفع الكل لإلك. بشفاعة أمي مريم وكل القديسين بعترف لك يا رب اني بحاجة إلك، انك كل شي لإلي. لا تتركني يا رب ما لي غيرك. كن مبارك مع الآب والروح هلأ وكل وقت ولدهر الداهرين أمين. Thank you.
حبنا وفدى نفسه من أجلنا. يا ربنا الذي أحبنا وفدى نفسه من أجلنا. فتى نفوسنا حملت ذنوبنا حررت قيودنا وهبتنا الحياة. يسوع اشفي اشفي نفسي كي أنهض وأقوم مع إخوتي. يا يسوع اشفي اشفي نفسي كي أنهض وأقوم مع إخوتي. فأمجد اسمك كل حين. مساء الخير ونهار مبارك. مسيحي أنا وبفتخر بإيماني بيسوع رب الأرض والسماء. مسيحي أنا بفتخر بإني بعرف بيسوع المسيح إنه الله آب وابن وروح القدس. مسيحي أنا وبفتخر بإنه الله صار إنسان ليرفع كرامتي وكرامة كل البشر بتجسده وبصعوده على السماء إلا ليسعد طبيعتي اللي قال لها يوم اللي صار إنسان وهو الله الكائن قبل الدهور. وبرفض ينعتوني بالكافر، برفض الدم اللي عم ينسفك. نحن مش جبناء لما منموت حبا بالمسيح. مانا البطولة بالقتل، البطولة باستيعاب اللي بيقتلك. مانا البطولة إنك تحمل رشاش أو تحمل مدفع أو تحمل أزايف وتقتل أطفال مثل اللي صار بالمينيا بمصر. مانا البطولة أبداً إنك تكون سفاح ومجرم. البطولة إنه رغم كل جرائمك وكل التصرفات اللي عم تتصرفها اللي ما بتلي بإنسانيتك،
مسيحيتي، بتستوعب ضعفك وبتصلي لك مثل ما صلى ربي يسوع المسيح للي صلبوه. وما مات مسيحي ضعيف وجبان، مات بحب وكان بيقدر يدافع عن نفسه، وقال له لبطرس اللي حمل السيف: من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وقال له: كنت بقدر بسأل بيي وببعت أجواء من الملائكة تدافع عني، لكن أجل يعلمنا الحب وكرامة الإنسان. المؤسف إنه اليوم بطلع الشيوخ وبطلع الناس بيصدروا فتاوي، ومعلش بدي أقولها، بيحكوا باسم الدين، وأوقات كتير في شيء اخدينه من الدين اللي عم بيحكوا باسمه، لما بيأمروا بقتلي وبسفك دمي وبتكفيري وبغيره. أنا مش رح أكفر حدا، لكن مش رح أسكت على الغلط لو كلف الحياة، لأنه يسوع ما هو موضع مساومة، ولا رح أعمل مثل ما حنشوف هلأ اليوم بالإنجيل انكر المسيح لأنه بيطردوني الناس من المجمع. آخر هم كل مجامع البشر قدام حب الله. والكتاب بيعلمنا: يوم واحد في ديارك يا رب خير من آلاف، أسرت عتبة بيتي إلهي على كل قصور الخطأ ومنازلهم. المؤسف اليوم إنه اللي عم بيموتوا كان بمصر أو بنيجيريا أو بأي العراق أو بسوريا أو بأي مكان، فقط لأجل إيمانهم بأنهم مسيحيين من جماعات متطرفة تحكي باسم الله، وهي أبعد الناس ما يكون عن الله، لأنه إلى سفك الدماء والقتل وتكفير الآخرين ما بيكون الله، بيكون الشيطان يلي هو مفرق الإخوة، وهو اللي بيسفك الدماء، وهو اللي بيرتدي ثوب ملاك النور وبداخله كذاب ومجرم وأبو الجريمة وأبو الخطية، والبتكون يا كلها موجودة. لهيك اليوم أنا بدي أعزي كل قبطي بلبنان أو بمصر، خاصة باللي استشهدوا، وبقول مع الكاهن الفاضل اللي قال وكل كنيسة القبطية اللي قالت هالدماء هي حصاد لمسيحيين اللي جايين. وأنا مؤمن باللي قاله أحد الآباء بالكنيسة: دم الشهداء بزور المسيحيين. ونحن نؤمن أبواب الجحيم ما بتقدر علينا، لا أول اضطهاد بتاريخ المسيحية اللي عم بيصير، ولا رح يكون آخر اضطهاد، بس المسيحية ما بتزول. زالت ممالك وكانت كبيرة بالعدد، زالت إذا بدكم تيجان وعروش وكانت أقوياء بالسلاح، زالت مصالح ودول بالمال، بس ما زال يسوع، لأنه بيسكن القلوب، والقلوب مخلوقة للحب، لما بيسكن الكره بتضيع هويتها. خلينا نرجع لإنجيلنا اليوم، إنجيل القديس يوحنا الفصل 9 والآية 10، وبذكركم أن نفتح الإنجيل: واللي ببيته ضوي شمع الدم يكون الرب أو أم الله أو القديسين، لحتى يكون هن حاضرين معنا بهذا اللقاء الروحي بهالوقت اللي بنقدر نعيشه مع بعض حول كلمة الله. وبدي أذكركم شكرا لكل اللي عم بقدسوا معي بالحازمية بمطرانية الكلدان كل جمعة الساعة 7 عشية، وبدي أشكر كل اللي عم بقدسوا معي يوم الأحد الساعة 10 بكنيسة القديسين بطرس وبولس بالبترون. بدي أشكر اللي رح يشاركوا معي هالقداس بشكل خاص، لأنه هيدي هالأحد بيكون أحد العنصرة يلي فيه الروح القدس بينزل على الرسل، وبولادة الكنيسة وعيد الكنيسة، يعني عيدنا كلنا نحن الكنيسة الحية والأحجار الحية مثل ما بقول مال بطرس. بدعيكم كلكم لتشاركوني الذبيحة، ولنكون مع بعض عم نطلب نعمة الروح تملانا، لأن هو بيعطينا روح القوة، روح الشجاعة، لنفتح كل الأبواب المسكرة مثل ما كانوا الرسل مخبيين، ونطلع نقول للعالم كله: ذاك الذي صلبتموه أقامه الله ربا ومسيحا، ونحن شهود على ذلك. ونقول: الله أولى بالطاعة من الناس. يا ريتنا اليوم كلنا نجتمع يوم الأحد، خاصة اللي بلبنان بيقدروا يصلوا، لنكون عم نعيش هالذبيحة. برجع لإنجيل القديس يوحنا، وكان عم نحكي إنجيل شفاء الأعمى، وحكينا بالأسبوع الماضي عن كل الأمور اللي وصلنا له واليوم منتابع فيها. واللي بحب يسمع الإنجيل من أوله بيقدر يدخل على اليوتيوب ويحط قناة تلال مير أو نور الشرق، والحلقة موجودة يلي هي لقاء مع المسيح بتاريخ أسبوع الماضي 23. منتابع تأملنا بالإنجيل ومنتابع. فقالوا له: فكيف انفتحت عيناك؟ كانوا عم بيتساءلوا: هذا الأعمى اللي ولد بنعرفه أعمى؟ لا بيشبهه، لا هو لا بيشبهه. ودائما بس يدخل الله حياتنا يمكن بيبقى الإطار من برا، بس يصير التغيير الأول من جوا.
الله لما بيدخل حياتنا ما بيعمل عمليات تجميل من برا بيتغير شكلنا ومن جوا بنبقى بخطايانا وبجيتنا وبكبريائنا. اليوم واحد معه مصاري ممكن يكون بشع او تكون بشعه، معه مصاري بتصير اجمل النساء وبصير اجمل الشباب او الرجال، بس ما بغير شيء من جوا، اذا من جوا مجوي او من جوا مجويه ما بغير شيء. لكن يسوع بيجي بغيرنا من جوا. منقول هذا منعرفه بس بهالاخلاق وهالتصرف، شو اللي غيره؟ هذا المتكبر صار متواضع، هيدا اللي ما كان يحب حدا اليوم عم يحب كل الناس، هيدا اللي كان متعالي على الكل اليوم عم بيخدم الكل. مين اللي بيعطي هالجمال؟ الا الله من جوا. وهيدي الخمره اللي بيعطيها يسوع واللي بتبقى للابد، بينما العالم بيعطينا خمره من برا سطحيه بتزول مع الوقت مثل ما خلصت خمره قانا الجليل، هذا اللي بنسميه السيليكون والبوتوكس والبيتكونيا اللي بغيرنا من برا بس ما بغير شيء من جوا. وبتابع الانجيل وبيقول صار يقول كان يقول هالنجبة فقالوا كيف انفتحت عيناك؟ فاجاب وقال ان الرجل الذي يدعى يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب الى بركة سلوان واغتسل، فذهبت واغتسلت فابصرت. فاذا اول شيء قال لهم رجال الذي يدعى يسوع. شو معنات كلمة يسوع لما سمى الملاك؟ هو اللي بيخلص شعبه من خطاياهم. والخطية عمى، الخطية ظلمة، الخطية موت. والقديس بولس بيقول أجر الخطيئة موت، أما الحياة مع يسوع فأجرها حياة أبدية. القديس بطرس بيقول كنتم غير مرحومين وكنتم بالظلمة، أما الآن فأنتم مرحومين. والنور جاء للظلمة ليضيء حتى ما حدا يعيش بالظلام، إلا اللي بيحب الظلام بيرفض النور لأنه أعماله شريرة. وما أكثر هالأيام اللي عم نشوفها ومنشوف هالأعمال، ما أكثر هالأيام اللي عم نشوف فيها الخيانة وما منقدر نغفر ومنوقع بعمى عمل حقد. ما قدر اليوم اللي منصرف المال على أشياء باطلة وبلا طعمة وأشياء كثيرة ضرورية ما بتنمد الإيد لتنعمل دون ما تاخد الثمن، وهذا اللي بيألم. قديش في أبرار عم بيتألموا مثل إليعازر، وقديش في أغنياء مترفين مثل الغني، قديش في ناس عم بيلقوا بالهيكل من كرمهم الكتير بس مش من حاجتهم مثل الأرملة اللي ألقت الفلسطين لحتى يعملوا دعاية لحالهم، كانوا يبوكوا قدامهم والأرملة واقفة بالصمت عم تعطي هزة قلب الله. قديشني أنا وكتيرين مثلي بحاجة لمثل هالأرملة ليتحقق عمل الله باللي عايشين لأجله بخلاص الإنسان وبتمجيد الله بنشر كلمته بالأرض كلها. منتابع الرجل الذي دعا يسوع صنع طينا، المخلص صنع طين، اللي خلقني صنع طين وطلع عيني اللي ما بتشوف إلا بالله. الخطية اللي أعمتك عن نور الله وكشفت علي جسدك بآدم وحواء، آدم وحواء كانوا فتحين عينيهم وبصيرتهم، كانوا عرات بيقول الكتاب سفر التكوين، لم يكن يستحيان لأنه جسدهم ملك الله وهيكل الله بجماله. لما الشيطان عمالهم بصيرتهم وكذب الله بحياتهم صاروا يستحوا بجسدهم لأن صاروا يشوفوا من مقياس الخطية مش مقياس الله. لهيك الله قال لهم ليش من وين آدم حواء وينكم؟ قالوا عرفنا ان جيت خبينا لأنه نحن عاريين. مين قالكم نكون عورات؟ يسوع جاي يرجع يدهلنا عيوننا بمسحة الحياة لنرجع نشوف الجمال، لترجع عينك وعينك نيرة. وإذا كانت عينك نيرة وعينك نيرة فجسدك كله يكون نيرا، وكل شيء طاهر للأطهار. هذا اللي عم برده يسوع، وكل شيء نجس للأنجاس هدول اللي بدون يسوع. بكفي وبيقول ذهبت فاغتسلت. دايما أنا بدي هون أقرن الاغتسال. كان يسوع بده يقول له دهله طين، يقول له روح يشيله عن عينيه، يقول له شفت. كان بيقدر يحط إيده عينه مثل ما عم كثيرين ويشفيه دون ما يضطره يروح يغتسل، وخاصة أنه يوم السبت، وهالشيء ممنوع بحسب شريعة موسى أو تأويلات الفريسيين اللي يقول كتب علماء الشريعة. اللي بدي أقوله وكأنه يسوع عم بيقول له روح اعترف، أنا اللي بغفر لك الخطية، أنا اللي برد لك البصر، بس روح عند الكاهن يلي هو بالنسبة لك مثلك خاطي ويمكن أكثر خطية أنا منكم، بس هذا الطين اللي دفرك لك اليوم عينيك فيه لأزيل خطيتك وأعطيك سر الغفران وأعطيك التوبة. روح اعترف عند الكاهن، روح ورجي نفسك مثل ما قال له للأبرص خلي يعطيك شهادة، روح اغتسل
بمياه التوبة ونال الخلاص. سألوا، اغتسلت فأبصرت، اعترفت، رجعت إنسان جديد، هذا إيماننا المسيحي. فقالوا له أين هو؟ قال لا أدري. يسوع راح بس أسرطين بعد على عيني، لأنه يسوع بتخبى ورا الإيد اللي بتنمد بالمحبة، يسوع بيتخبى ورا الكلمة اللي بتزرع الحياة، يسوع بيتخبى ورا الأقدام اللي بيسعوا للخير ليحملوا أخوتهم الجرح، مثل ما عمل السامري لما حمل الجريح وطلع فيه لأورشليم. يسوع حاضر لكل مرة من كفكف الدموع ومنزرع الفرح. بكفي الإنجيل وبيقول، فمضوا بالذي كان أعمى إلى الفريسيين لأن اليوم الذي صنع يسوع فيه الطين وفتح عيني الأعمى كان يوم سبت. شو الجريمة العظيمة أنه يسوع عمل الشفاء يوم السبت. تعرفوا شيء محزن؟ أنه منمسك الحرف ومنقتل الروح، نمسك الإطار ومنقتل الجوهر. ويسوع قال لهم مرة بالهيكل لما شفى المرة الحدبة، كيف قال له هداك تشفوا يوم السبت؟ عنكم 6 أيام تستشفوا، ما في إلا يوم السبت تجوا. شو كان جواب يسوع؟ قال لهم يا مرائين، إذا سقط طورك أو حمارك بالجورة بتنهضه وبتروح بتسقيه وبتطعميه، وهيدي أنت بنت إبراهيم ربطها الشيطان، أما كان ينبغي لها أن تبرأ يوم السبت؟ وهيدا عم يعيش كل عمره بالظلام، ما بسوى يمجد الله يوم السبت. يا حرام علي وعليكم لما الحرف بيكون أهم من الجوهر، ولما المظهر أهم من الجوهر، ولما بتكون علاقتنا مع بعضنا بناء على اللي منشوفه بعيوننا مش بناء على الروح اللي فينا والبصيرة اللي الله بريدها نشوف فيها الآخرين. فسأله الفريسيون أيضا، كيف أبصرت؟ قال لهم جعل على عيني طينا ثم اغتسلت فأبصرت. بكل بساطة، ما بداش كل هالتعقيد، لا عمل لي عملية جراحية ولا شل عيونه وحطهم، كل بساطة. فقال بعض الفريسيون إن هذا الرجل ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. يا سلام شو حلو، لأنه ما عمل مثل ما هن فسروا، لأنه طلع برات الحرف صار كافر، لأنه بيقدس بغير طريقتهم صار مهرج، لأنه بيقول غير اللي بيقولوا عن نفس الشيء اللي بيقولوا بأسلوب مختلف صار مجدف، ولأنه عم بيقول الحقيقة اللي بخافوا يقولوها صار إنسان وقح، ما بيعرف يحترم الآخرين ومتطاول على الآخرين. وأنا بقولوا لي إياها كل يوم بكل هدول وماني زعلان. اليوم كاتب لي واحد، بعتت قصة اليوم من القصص اللي بيطلعوا على نورسات تبع عبرة من قصة، كانت قصة يوسف اللي قال لهم خاف اشبع وانسى الجيع بالأرض. بعت لي حدا قال لك انك عبيط واهبل؟ بكل بساطة ما رديت وعملت له بلوك وخلصت القصة، لا بدي سبه ولا بدي شارعه. واذا انا بالنسبة له عبيط واهبل، انا بشكر الله اذا اجتني فرصة تشبه بيسوع اللي قالوا عنه شارد العقل، وراح اصلي معكم عنيت هالشخص معني ما بعرفه، ما بعرف إذا حدا غيره كمان قالوا عني كتير شاء، بس هذا أول واحد بيقول لي إني عبيط وأهبل، غيره قالوا لي أتقل من هيك. فاغتسلت فأبصرت. فقال بعد هذا الرجل ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت. فقال آخرون، كيف يقدر رجل خاطئ أن يصنع مثل هذه الآيات؟ صحيح، يا بكون الله معه يا بكون عجائبه من الشيطان، الشيطان تصنع العجائب، بس الشيطان بيطلب مجده تضليل الآخرين، بينما يسوع بيطلب مجد الذي أرسله. فوقع بينهم شقاق. فقالوا أيضا للأعمى، وأنت ماذا تقول فيه وقد فتح عينيه؟ فقال إنه نبي. تصوروا كيف بده يتدرج، يقول له نبي، يرجع يقول له أنا من تلاميذه، يرجع يقول بعدين أنا بالجود قدامه هو الله. كيف اكتشف يسوع؟ وبتمنى نفس الاكتشاف لأخوتنا اليوم اللي بيقولوا عن يسوع نبي يوصلوا لحية يسوع أنه مش نبي. يسوع ما هو نبي ولا نشي، يسوع هو ابن الله والمساوي لله في الجوار. ابتداء من هلا رح افتح الخطوط لمشاركاتكم على الهواء بكل شيء نقال لحديت هلا، وبتمنى اسمعكم من كل مكان بتقدروا عم تشاهدوا في نور الشرق، لحتى نتواصل مع بعض عبر الاتصال على التليفون بالارقام اللي عم تمروا قدامكم، الكام بلبنان او خارج لبنان. الاتصالات والخطوط مفتوحه لكم، تابع ليكون صار في اتصالات. ولم يصدق اليهود انه كان اعمى وانه ابصر،
ليش بده يكذب واحد انه كان اعمى وصار عم شوف؟ ليش بده يكذب انه عاش كل حياته عم بتصور حاله اعمى لحتى يشحط فضلاتكم؟ وليش بده يوقف قدامكم طالما هو كان من الاساس اذا كان عم بيحتال كان بحاجه كنت كشفتوه، كنت قلتوا له انت كذاب، كان لقطناك بالموقف الفلاني، موقف الفلاني انك بتشوف، ما صدقوا. والله بيعمل مئات العجائب ونحن لا نؤمن، حتى توما ما آمن إلا حط إيده حتى يآمن. وباخذ أول اتصال، ألو. سلام المسيح ليك أبونا. بفتخر أنا بإني مسيحي عايش بنور رب الأرض والسماء. أمين أمين دايما يا أبونا، كل لحظة وكل يوم. خلي ليك يا وفي، سمعت كل شيء قلته لهلا؟ أكيد أكيد، وأنا أول حاجة عايز أشكرك جدا على تعزيتك وعلى محبتك الكبيرة اللي دايما نبعها من قلبك يا أبونا. أنا بس عايز أضيف أنه اللي بيحصل أكيد من كان في مصر أو في أي بلد بيطردوا فيها المسيحي ما بي يعني تأثيره ما بيكون إلا قوة إيمان زيادة وثبات أكتر في المسيح. ونحن كلنا كمسيحيين جسد واحد، يعني إذا تألم عضو تألمت معه السائل العضو يتألم. وعايز أذكر شغلة صغيرة اللي هي موجودة بسفر الرؤيا بالإصحاح السابع، لأنه هيدا هو عمق إيماننا. نحن على الأرض فترة مؤقتة وانتظارنا هو لنروح السماء، ده هو الهدف الأساسي اللي نحن خلقنا من أجله. بقى بيقول بالإصحاح السابع بسفر الرؤيا، وهيدا كل بيحصل في الوقت يعني مذكور. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم شمس، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويمسح كل دمعة من عيونهم. أمين. بقى أنا يعني بحيي هلا المقدمة وهلا اللقاء مع المسيح اليوم اللي أنت عم تطرحه يا أبونا. الرب يباركك ويقدسك ويقويك دايما يا أبونا الحبيب. شكرا يا وفي، وربنا يباركك. شكرا ليك يا أبونا. شكرا كمان لخدمتك، الرب يمجد فيك يا رب. شكرا كتير. منتابع بتأملنا بالإنجيل، ومثل ما قلت الخطوط مفتوحة. فإذا لو لم يصدق اليهود أنه كان أعمى وأنه أبصر حتى استدعوا أبوي الذي أبصر وسألوهم قائلين: أهذا ابنكما الذي تقولان إنه ولد أعمى؟ فكيف يبصر الآن؟ سؤال كل يوم بينطرح علينا نحن المسيحيين. انتوا بتعدوا حالكم انه يسوع الله، يعني انتوا شايفين انه فعلا يسوع الله وبتامنوا فيه مستعدين تخسروا؟ في اتصال. الو الو الو. سلام المسيح ابونا. بقلبك. بفتخر انا اني مسيحي عايش بنور رب السماء. مين معي؟ اكيد انا ناديه من المانيا. اهلا وسهلا فيكي، اليوم سمعنا صوتك. أهلا ابونا. تفضل ابونا. سؤال. ايه؟ الانسان يولد حسب ما افتهمته نحن ما عندنا خطيئة. صحيح. تمام. بس يعني هو المسيح من جهة شال، يعني خلصنا من الظلمة طلعنا إلى النور. صحيح. فالظلام هو كان الخطيئة. الظلام هو وجه للخطيئة، لأنه اللي بيعيش في الخطيئة عايش بالظلمة، لأنه مغيب نور الله عن حياته يا نادية. ولما بغيب نور الله عن حياتنا بصير منعيش العبيد لسلطان الظلام. لهيك يسوع لون هي ذي ساعة سلطان الظلام، وانا متى ارتفعت رفعت الي الكل وبدينه لسلطان الظلام. لهيك الخطيه هي عايش بالظلام. نعم اوكي ابونا، تكرم عيونك. ميرسي كثير. انا بشكر اتصالك، والله يخلي لنا اياك، وسلام لك كل اللي حواليك، والله يحميكم يا رب. شكرا ابونا، باي باي. الله يخليك. فاذا منتابع هالسؤال اللي سألوه لبي وأمه للأعمى، بيسألونا يا كل يوم قديش نحن مننتمي للرب بتصرفاتنا بأعمالنا بأقوالنا. هل فينا فعلا نشهد للمسيح ومننتمي له؟
أو فعلاً مننكره ومنقول نحن ما منعرف المسيح يدبر حاله، نحن اليوم عايشين بزمن كل واحد يدبر حاله، لأنه اليوم إذا نعيش بمثل مبادئ يسوع وعلى مثال يسوع حنعيش كثير في عذاب مع العالم، لأنه نحن عم نعيش بروح غير روح العالم. يسوع قال لو كنتم من العالم لكان العالم يحب ما هو له، لكنكم لستم من العالم وأنا اخترتكم من العالم. فإذا نعرف أنه دائماً الظلمة بتحارب النور، ودائما اللي بعيش مع الله بده يعيش عكس التيار يلي نازل ينزول، لانه بده يجر كل شيء ليطلع طلوع للنبع ليسوع المسيح يلي هو النبع وهو الحياة. بكفي الانجيل وبيقول شو قال ابوي؟ نحن نعلم هذا ابننا ولد اعمى، ما في عنا شك، وهيدي النص الحقيقة. النص الثاني اما كيف يبصر فلا نعلم، ومن فتح عنا فلا ندري. بيعرفوا مين فتح عينيه وبيعرفوا كيف انفتحت عيني، بس خافوا يشهدوا النص الثاني. النص الاول ما بيكلفهم شيء، بس النص الثاني بيكلفهم يطردوهم من المجمع، لانه بيعترفوا بيسوع انه شافع ابنهم وهو الله، وهن ما بدهم يعترفوا بيسوع. كثير من المسيحيين مثلهم بيعترفوا بالنص اللي بيناسبهم من حياتهم مع الله، والنص اللي الله بيطلب منهم اكثر من المطلوب بيهربوا وبطلوا يسكتوا، بيحطوا المسؤوليه على غيرهم. نفس القصه دائما بنعيشها بحياتنا، دائما بنعمل مثل الشاب الغني، طالما الوصايا ما بتزعجني انا بمشي فيها من توصي باي، لكن لما تطلب مني الرب تبرع بمصرياتي او اعطي حياتي او غيره يروح يبعد عني بمضي حزين. نفس القصه انا طالما انا يسوع يقبرني، طالما ماشي حالي وما اكثر هالايام بتصلوا فيني، ابونا انا بطلت اكون مسيحي، الله ضدي، ابونا الناس غشوني، ابونا هيك صار معي، الله واقف ضدي، انا ما بدي مسيح، انا صرت كافر، انا بدي انتحر. ليش؟ لا يسوع برد لك الموت مات عنك، ولا يسوع اللي كذب عليك، ولا يسوع اللي سرقك، ولا يسوع اللي طنش عنك. يسوع عم بيحترم حرية اللي أساء لك ويحميك ويظللك ليطالعك من الأزمة اللي انت فيها إذا اتكلت عليه. ومش مطلوب مثل قلت لوحدي هالجمعة، الله ما نوع حياة تحت أمري، وكل ما بدي اياه بكبس الزر كانه شي تليفون او ست اسعاف، بيجيب لي ديليفري بقول له جيب لي هلا السلام، هلا جيب لي المصاري، هلا رد لي فلان، هلا اقطع له راسه لفلان، هلا موت فلان. الله مانو خادم عندي، حاشا. انا ما بسترجي اطلب من واحد اصغر مني امر صغير بقول لي انت بقليل الادب، كيف بدي اطلب من الله خالق الكون؟ انا بعرف اكثر منه. ومع كل اسف كثيرين هيك هالايام. لهيك الانجيل بيقول لا ندري، عم ينكروا الحقيقة، فأنه كامل السن وهو يجيب عن نفسه. شو حلو، أنت مسيحي، قالوا له لبطرس أنت مع المسيح، قالوا لا أنا لا أعرفه. هذا النص اللي هو نكره من كل ما عرفته، والنص اللي بيهمه أنه أنا موجود هلأ لكن لا أعرفه، حتى ما ينجلد أو يموت مع معلمه. هديشنا فعلا جبناء. بكفي الإنجيل وبيقول هو فقال أبواه هذا لخوفهم من اليهود. كان خوفهم من اليهود أكثر من حبهم لله، ويوم الخوف بيكون أكثر من الحب ننكر الله. يوم اللي بحب إنسان وبخاف على حياتي أكثر من محبتي لإله بنكره بكل سهولة، ويوم اللي حبي لإله أكبر من كل شيء بهالعالم ما في شيء بيفصلني عنه. لهيك مار بولس قال من ذا اللي يفصلنا عن محبة المسيح؟ سيف؟ لا. الشدة؟ لا. أخطأ؟ لا. أضيق؟ لا. أموت؟ لا. لا حياة، لا موت، لا ملائكة، لا بشر. إن الحياة لي هي المسيح والموت ربح لي، واللي بحيا بالجسد بحيا لابن الله اللي أحبني ومات عني. لهيك شو قال اللي هو يعني؟ لأنهم كانوا يعرفوا من الخوف، لأن اليهود كانوا قد اتفقوا على أن من يعترف بأنه المسيح ينبذ من المجمع، لذلك قال أبواه إنه كامل السن فاسألوه، لما يقع تحت الحرم لما يبطلوا الناس يتعاطوا معهم. شو بهمني إذا الناس كلها رضيت عني ونكرت الله؟ لا بل فضل الله وتزعل الناس كله. والكتاب المقدس بيقول كذب كله الإنسان بماذا نكافئ الرب عن كل ما أحسن به إلي. والأهل كان لازم يكونوا أول الشاكرين، لأنه ابنهم عاش كل حياته بالظلمة وفضل هالإنسان عطى النور. لازم حبهم لابنهم وللنور أغلى من حياتهم، بس مع كل أسف كانت حياتهم أغلى من الشهادة للحق مثل كثيرين. فسألوه فدعوا ثانية ذاك الذي كان أعمى وقالوا له، مثل برجع بذكركم بأنه الاتصالات مفتوحة، وقالوا له
أدي مجدا لله أو لله. وبدي أقول هون بتمنى من الأب يتصلوا ما يقولوا شو بدنا نسأل وشو بدنا نحكي وحرام نوقف الأبونا. أنا بنبسط بمشاركاتكم. بكفي الإنجيل وبيقول أدي مجدا لله، فنحن نعلم أن هذا الرجل خاطئ. قول عنه خاطئ ما منطردك من المجمع، قول عنه أي شيء بدك يا بس ما تقول اللي بيزعجنا. لا ما بدي أقول أنا اللي برضيكم، بدي أقول حقيقته. قول يسوع نبي بلقاءاتك ما بتزعج حدا، ما تحكي عن الصليب لأنه ما بتشكك حدا، ما تقول الله آب وابن وروح قدس، قول الله واحد وبلا ما تكفي الجزء الثاني لأنه ما بتزعج حدا. اختصر قانون إيمانك، ما تقول تجسد من الروح القدس من مريم العذراء صار إنسان، قول صار إنسان بروح الله وخلصت القصة. بتنهي مشاكل وبتنهي حروب. لا رح انهي مشاكل، إذا هي المشاكل أنا بدي أعيش فيها، وإذا كان الحرب هو سببه إيماني بيسوع يا محلى كل حروب الأرض لأجل إيماني بيسوع. بس ما رح أحمل السيف ولا الموت، أنا حربي ضد جهل لله، وأنا بدي فتش عن نور بالله ووصله لعلمه. بكفي الإنجيل وبيقول أدي مجدا، نحن نعلم أن ذلك الرجل خاطئ. أجاب أن يكون خاطئ لست أعلم، هو خاطئ أنا ما بعرف إذا عنده خطأ ولا أنا كنت أعمى وما بعرفه، لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحد، هذا الخبر مع الله، إني كنت أعمى والآن أبصر. هذا الأكيد منه، ما بحكي عن شيء ما بعرفه وبدين الله، أنا اللي بعرف إني أعمى وأبصر، هذا اللي بعرفه وهذا اللي صار معي. فقالوا له ماذا صنع بك؟ كيف فتح عيناك؟ رجعوا يسألوا مرتين وثلاث، بركي بغير أقواله، بركي يعرف انه هن من خلال تكرار السؤال بدهم اياه يكون جبان ويحكي شيء بيرضيهم. اجابهم لقد اخبرتكم فلم تسمعوا لي. ليش عم تسالوني مره ثالثه وسالتوا الناس وسالتوا امي وبي، لشو بعد عم تسالوا؟ فلم تسمعوا لي، فلماذا تريدون الان؟ فيني اعرف ليش هلا كنت تريدون الان ان تسمعوا مره اخرى؟ ألعلكم تريدون انتم ايضا ان تكونوا تلاميذي؟ هالإصرار لتتأكدوا من صحة العجوبة وتصيروا تلاميذه؟ يا حرام، هو شوف وين بصيرته والنور اللي فيه، وهن شوف الظلمة والتآمر اللي فيهن. فانهالوا عليه شتما، هي ثمارهم، شوفوا ثماره وشوفوا ثمره، من ثمارهم تعرفونهم. وقالوا له أنت تلميذه، أنت تلميذه، انتقل من النبي للتلمذة ليسوع قبل ما يسمع وشوف عجايبه، إلا اختباره مع الله اللي شاف فيه النور. وأما نحن فتلاميذ موسى، نحن نعلم أن الله كلم موسى. شوف نحن عندنا ثقة أن الله كلم موسى ويسوع علم مرة، لو كنتم بتأمنوا بالكتب لأمنتم بي لأنها تشهد لي، ولو كان أباكم إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. بكفي الإنجيل وبيقول أما هذا فلا نعلم من أين هو. باخذ اتصال ومنتابع. الو الو، سلام المسيح. بفتخر انا ايماني بيسوع نور الارض والسماء. مين معي؟ هللويا، نفتخر بيسوع المسيح حتى اخر نفس من حياتنا. امين. مين معي؟ معك ساميه مرت وفيق. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. ميرسي يا ابونا. بدي اقول لك يا ابونا، يعني بالنسبه للايمان اللي نشهد بايماننا المسيحي وهالشيء اللي عم بصير علينا كمسيحيين بالشرق كله، مثل ما سبقت قدسك وذكرت، يعني أي شيء يفصلنا عن محبة المسيح. أمين. أشدة أم ضيق أم سيف أم عري، ما في شيء لازم يفصلنا. يعني حتى الأطفال الأبرياء يلي كانوا على الأوتوبيس اللي تقتلوا، يعني هذا الطفل يمكن بعده ما بيعرف يقرر هالرسالة بولس، أو يمكن منه كتير متعمق بالإيمان، لكن محبة بذرة الإيمان مزروعة جوا نفسه من جوا، لخلته بلحظة الخوف ما ينكر إيمانه تحت السلاح، مثل ما قالوا له بتشهر إيمانك أو بنقتلك. تعلن إسلامك، خلينا نقولها بصوت عالي أو منقتلك. صحيح، تشهد إسلامك أو منقتلك. وهيدا أطفال بريئة، كان ممكن أي شخص يقول لو أنا كنت مكانه كان ممكن أنا يمكن من خوفي اضطريت أن أنا أغير. في كتير ناس بتضعف، فلذلك الواحد بده يكون عنده هالبذرة الإيمان والثبات بإيماننا المسيحي، تكون بقلبنا من جوا وما نضعف وما نتخلى ولا
بأي لحظة إنه نخلي الخوف أو يتملك علينا أو يرعبنا أو أي شيء يخلينا نبعد عن إيماننا المسيحي. أنا بدي لك شغلة خليكي معي، طفل صغير بيكون أكل قطعة شوكولا أو كسر كباية أو كسر شيء بالبيت وبيعرف أمه قديش بتحبه، بتقول له مين كسرها؟ بيكذب ويقول أنا ما كسرتها، هذا الطفل. صحيح. اليوم عم بيوقف أطفال قدام ناس شكلهم بيخوف، سلاح ايديهم وعم بيشوفوا موت غيرهم، يسألون كر ايمانك ويرفض، هذا بياكد استمراريه الروح القدس اللي فينا. في تلك الساعه لستم انتم المتكلمين، بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم. وخلينا نتذكر، بتتذكري علي عزر الكاهن والمراه بظن كان اسمها صالومي او شيء كمان اللي حاولوا يقتلوا لأولادة السبعة، تتذكرية؟ وما كان ولا واحد منهم ينكر إيمانه وشريعة الله بقلبه. صحيح. عمل الروح مستمر ونحن واثقين بأنه الله ما بيتخلى عنا، لأنه الله معنا فمن علينا. أمين يا أبونا، أمين. في نقطة مهمة كتير ما بعرف إذا فيني أقولها. تفضل. في بعض الأشخاص وللأسف من أجل مصالح شخصية إنسانية بيبيعوا دينهم مشان بهدف يتجوز او مشان عمل او مشان فيزة عمل، فهذا الشيء مهم جدا، لازم التوعية لهالناس لهالشباب وهالبنات والصبايا. مش بس هيك، انا بدي لك اكثر من هيك. اليوم بيجوا عند واحد مرشح، احنا قريبا في موسم انتخابات، بيجوا عند واحد بيقولوا له اذا بتنتخبوني وبجمعوا لي صرت بدفع لكم 200,000 300,000 دولار بصرف لحمته الانتخابيه للاصوات. صحيح. بيجي لعنده كاهن انا او غيري بيقول له في مشروع تبرع ب 1000 دولار لعمل خير، بقول هذا شو المقابل شو طالعني منه؟ وبرفض. نعم. مع كل اسف نحن مثل ما قلت بمقدمتي نبصر جيد لكن عميان بامتياز بالبصيره. صحيح يا ابونا. ميرسي لك. اوكي يا ابونا، بنشكرك كثير. الله يقويك. انا بشكرك، ميرسي. من تابع. ميرسي لك والله يباركك يا رب. فاذا شو قال لهم؟ انتم ايضا تريدون ان تصيروا تلاميذ، وشتموا سبوه، قالوا نحن تلاميذ موسى، اما هذا ما بنعلم من اين هو. فاجاب الرجل وقال لهم يا للغرابه، لا تعرفون أين هو وقد فتح عيني؟ في حدا بيفتح عيون عاما مولده والله ما نو معه؟ إن نعلم أن الله لا يستجيب للخطأ، وإنما يستجيب لمن اتقى وعمل مشيئته. الله بيستجيب للخاطئ، بيعطيه الغفران، بيعطيه التوبة، بس ما بيصنع المعجزات الخاطئ وحياته ما بتشهد لمجد الله إلا إذا الله عنده حكمته ونعمته. وهون عم بيحكي بحسب الشريعة، والشريعة بتبين انه الخاطئ بتفارقه روح الله، فإذا يسوع مليء من روح الله ليعمل هالعجوبة بحسب الشريعة. لهيك قال الملك داود روحك القدوس لا تنزعه مني، وبيكفي وبيقول لهم فلو لم يكن فإذا لم يستجيب لمن اتقى وعمل مشيئته وما سمع أبدا أن أحد فتح عينين أعمى، فلو لم يكن هذا من الله لما استطاع أن يفعل شيء. فأجابوا وقالوا له إنك كلك خطيئة منذ ولادتك. هيدا عكس اللي قاله يسوع، لا هذا أخطأ ولا أبوى، هن رجعوا دغري، أنت ولدت بالخطية وكلك خطايا وتأتي لتلقي علينا درسا، مين أنت؟ وطردوا خارجا. يا حرام شو معترين. بتذكر هون شخصات عبر التاريخ، مار فرانسيس لما حكى قدام البابا كل الكراد اللي بفيلم القديس فرانسيس واقفين، قال واحد من الكراد اللي كاردينال تاني من هو هذا عن شو عم بيحكي؟ قال له عن الانجيل التطويبات، قال له ها اوكي. ونفس القصه ما تغير شيء اليوم. ابونا بولس شو معه شهادات ليجي يحكينا؟ ابونا بولس مين ليطلع على نور سات او نور الشرق او غيره؟ ابونا بولس مين لحتى يسافر ويدعو ويعطي لقاءات؟ ابونا بولس مين ومين ومين؟ انا ماني شيء ولا رح اكون شيء بدون الله، بس انا مع الله فيني اعمل المستحيل، لانه يسوع قال بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء، لكن كل خصم بيثبت فيني بيي بشحله وبيعطي ثمر كثير. لهيك مار بولس بيقول الله اختار الخسيس والحقير والغير موجود ليعدم الموجود لكي لا يفتخر ولا جسد أمامه. من هون شوفوا هالأعمى اللي بالنسبة له ولد بالخطايا كان عنده بصيرة أكثر منهم، ودخل تاريخ القديسين وهنن دخلوا علامات الاستفهام. جمعة الجاي من كفي بالفصل 9 والآية 35. قبل ما انهي بالصلاة بدي اذكركم بقداس العنصرة
يوم الأحد الساعة 10 بكنيسة القديسين بطرس بولس بالباترون. بتمنى تكونوا معي وتشاركوني هالفرحة. بالوقت ذاته بدي أشكر الرب على كل اللي شاركوا اليوم، كان وفي وكان مدامته وكان نادية وكل اللي اتصلوا أو ما اتصلوا، وربنا يبارك الكل. وبدي أرفع صلاتي اليوم على نية كل اللي عم بيسفكوا دمنا نحن المسيحيين، ومثل ما قال مار بولس نحن أعضاء بعضنا لبعض، ومثل ما قال خينا وفي نحن كنيسة نتألم لألام بعضنا. أنا اليوم بدي أقدم ألمي ودموعي مع كل دموع اللي انسكبت بهالفترة لكل هاللي استشهدوا وماتوا بهالطريقة الوحشية، بس عنا ثقة بالرب اللي احتضن أطفال بيت لحم واحتضن كل شهداء الإيمان والصدق والحقيقة، أجيال من الشهداء وأنهار من الدماء، والمسيح بعده رح أقدم كل هالدماء تشفع بكل هالسفاحين والمجرمين واللي بيقتلونا باسم الدين، وهنن أبعد ما يكونوا عن الله وعن الدين. بدي أرفع صلاتي للرب معكم وقل له يا رب بشكرك لكل كلمة قالت اليوم، بشكرك لأنك بتفتح بصيرتنا لنتخطى محدوديتنا، بشكرك لكل اللي سمعوا وشاهدوا هالحلقة وشاركوا فيها، بشكرك لكل كلمة إن شاء الله يا رب بنعمتك توصل لقلوبهم وتثمر أرض صالحة فيهم حياة أبدية. بدي أشكرك يا رب لأنك ما بتهملنا ولا بتنسانا. بدي أشكرك يا رب لأنه الغلبة لألك وأنت المنتصر وأنت اللي بتمسح الأحزان والدموع. بدي أشكرك يا رب لأنه كل مرة منستشهد لأجلك ومنحكي عنك روحك بيشهد فينا ومنشوف ببصيرتنا أرض جديدة وسماء جديدة أنت فيها يا رب النور والكل بالكل. أعطينا جرأة الأعمى لنشهد لألك، وأعطينا بصيرته لنفتش عنك ونجرد أمامك. أمين. بتمنى لكم أخوتي كل المحبة، وبذكركم انه هالحلقة بتنزع بتنعاد بس يوم السبت الساعة 2 الظهر ويوم الأحد الساعة 6 صباحا بتوقيت لبنان. على أمل اللقاء فيكم وعلى أمل المحبة تغمرنا وتغمركم بفيض من النعم والعطاء. بتمنى لكم حياة مع الرب كل نور وخير. لكم كل المحبة. سلام الرب معكم. إلى اللقاء. Thank you.